أم كيف يرحل إلى الله وهو لم وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله؟ كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ هذه عبارات ابني. الغفلة جنابة، كل غفلة غفلتها عن الله وقعت بجنابة، لقول سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه: كل محبوب دخل قلبك فأنت به زاني. تكتب زاني، كل محبوب دخل القلب فأنت به زاني، فمعناته جنب. فكم جناب، كم محبوب داخل لقلبك، فكيف تطمع أن تصل إلى حضرة الله وأنت مقيد بفلان وفلان وفلان وفلان؟ فكيف بدك تصل إلى الله وهذا غافل وهذا غافل، وقاعد مع الغافلين وعم تاكل مع الغافلين وعم تنام مع الغافلين؟ شلون بده قلبك يصحى ويتقرب إلى الله؟ يا أخواني، لا تظنوا أن الإيمان كقول أو أن الصلاة كلام. يا ابني، بدها تطهير، بدنا نتطهر، واقعين في جنابة، لكن ما جنابة يا ابني نقطة الماء اللي خرجت منك، هي بتكت شوية مي بتتطهر. أما جنابة بدها دموع، تغسل ذنوبك يا ابني بدموعك. جنابة بدها حضور مع الله، بدها خشية من الله، بدها قلب يمتلئ بهيبة الله وجلال الله. هذا يا ابني اللي بده يطهر من الغفلة. أما غفلة في بيتك عند أكلك عند شربك، غفلة بغفلة بغفلة، إما نتا كيف بدك تحضر وأنت على الغفلة؟ كيف الوصول إلى ليلى ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف؟ حتوف، ما حتف واحد، 50 موتة لتصل. كيف الوصول إلى ليلى؟ ليلانا الله، الله هاي الليلة تبعنا. كيف الوصول إلى ليلى ودونها قلل الجبال؟ بدك تطلع جبال وتنزل جبال، ودونهن حتوف، 50 موتة ليصل. فإيمتى بدك تصل إلى الله؟ هلا لحتى يطلعوا إلى قمة أفرست، قديش بتغلبوا، قديش بتعذبوا، قديش بيزوقوا البرد والمرارة ليصلوا إلى قمة أفرست. طلعوا لقمة أفرست، هي قمة جبل إيش؟ هيمالايا. وصل إلى قمة أفرست، ماذا حصل منها؟ ماذا أخذ منها؟ ماذا انتفع منها؟ فهلا تعبت مثل هذا التعب لتصل إلى حضرة الله؟ والله ما بدك لها التعب، نص التعب وربع التعب بيصل قلبك إلى الله عز وجل، إن كنت تريد الوصال. إن كنت تريد الوصال تصل يا ابني، ما دام الإرادة موجودة فلا بد أن يتحقق المراد. إذا وجدت الإرادة، وإذا ما في إرادة، إذا في إرادة أن تكون ممن لا يخطو إلا ومعه رسول الله، تتحقق لك، تتحقق. فكيفما مشيت تلاحظ أن رسول الله معك. إذا أردت أن تكون جليس الله بدأ إرادة، أراد. فإذا من أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نعطيه.
بدك الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، بدك الآخرة بدك تسعى إليها. ومع السعي شو؟ وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا.